ثم هيئة قضايا الدولة، وهي هيئة قضائية عريقة طبقا لنظام القانون المصري، ووصلت فيها إلى أعلى المناصب، إلى أن تبوأت منصب رئاسة هيئة النيابة الإدارية لمرتين متتاليتين، لتمثل الهيئة في المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبدأ منذ عام 2003، وبداية من عام 2003، شرفت منصة القضاء المصري بتعيين أول قاضية مصرية للمحكمة الدستورية العليا، وهي القاضية الفذة المستشارة تهاني الجبالي. تلا ذلك مبادرة وزارة العدل المصرية بطلب وزير العدل عام 2006 من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء الموافقة على تعيين المرأة قاضية، إعمالا للقانون السلطة القضائية وإعمالا للدستور، وهو ما أسفر عنه تعيين أول دفعة من القاضيات بلغ عددهن 30 عام 2007، ثم أعقبه تعيين الدفعة الثانية من القاضيات عام 2008 بعدد 12 قاضية. اجتزنا جميعا المسابقات التي أعدت في هذا الهدف بنجاح باهر، وفي الطريق إن شاء الله، وليس خلال أسابيع ولا أيام بل خلال ساعات، ستعين الدفعة الثالثة من القاضيات المصريات لينضموا جميعا. ينتظرنا جميعا في عقد فريد ومشرف، هو عقد القاضيات المصريات التي اثبتنا كفاءة نادرة وتميزا ملحوظا ودعما من وزارة العدل لتذليل كافة الصعوبات والتمهيد لنجاح أكثر فأكثر، ومواجهة للتحديات التي قد تعترض طريق الرعيل الأول من هنا، فقد قامت الوزارة بوضع خطة للتدريب المستمر للقاضيات الجدد في كافة المجالات القضائية، والحرص على دعمهن للعمل بكافة التخصصات في جميع المحاكم، جنائي، مدني، اقتصادي، وفي الطريق قضايا الأسرة والعمال والإيجارات وسائر القضايا مثلهن مثل القاضي تماما. كما تم إرسال البعثات والدورات التدريبية للخارج وحضور المؤتمرات النوعية لتبادل الخبرات العربية العربية وتبادل الخبرات العربية الأجنبية. وقد أثبتت القاضيات جدارتهن وكفاءتهن في العمل، مما أسفر عن الاستعانة بهن كمفتشات قضائيات بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، واحتلوا أيضا مكانا مميزا في المكتب الفني للمحاكم أو المكاتب الفنية للمحاكم، كما لم تخلو المناصب الإدارية للمحاكم من مساعدين لرؤسائها في متابعة إدارة شؤون المحاكم وغير ذلك في المناصب التي أثبتنا فيها تفوقا ونجاحا. وليس سرا أن وزارة العدل في عهدها الجديد ستنطلق بالمرأة العربية كقاضية إلى آفاق أعلى وأرحب، فسوف تشهد الحركة القضائية القادمة تعيين رؤساء للمحاكم الابتدائية من بين القاضيات، بل وأيضا تعيين مساعدات وزير للعدل.
وأنتهز هذه المناسبة لتحضير كافة الجهود المبذولة في الدول العربية الشقيقة ودولة فرنسا الصديقة، والتي كان لهؤلاء وهؤلاء مبادرات ناجحة في هذا السياق. كما نأمل أن يكون هذا المؤتمر فرصة طيبة لتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة للخروج بتوصيات داعمة لمسار المرأة في هذا المجال ووضع الحلول لكافة الصعوبات والتحديات العملية والتطبيقية التي تحول دون إتمام مسارها الناجح على منصة القضاء. وأخيرا وليس بآخر، ففي خلال أيام الوجيزة القادمة كما سبق أن أشرت سيصدر قرار تعيين الدفعة الثالثة من القاضيات إعمالا لمبادرة مجلس القضاء الأعلى الموقر عام 2015، وستستمد وزارة العدل المصرية في الدعم والمؤازرة كسياسة محورية ثابتة لا تتبدل ولا يرد عليها ردة إلى الوراء، بل هي سياسة تنطلق إلى آفاق أبعد وأوسع حيث تتسع التجربة وتزيد إن شاء الله. عاملين في مستقبل مشرق وغد أفضل ومزيدا من الإنجازات لجميع القاضيات، قاضيات مصر وقاضيات العرب والقاضيات الفرنسيات. حفظ الله مصر وحفظ شعبها ووطنها العربي، وحفظ قضاة مصر رجالا ونساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.